قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمولاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا زال الحديث موصولا في باب النداء. وقد سئلت منذ قليل من شيخ رضوان سؤالين. الأول يقول المندوب ما إعرابه؟ أنا قلت إن شاء الله وسوف يأتي الحديث عنه. وأيضا سألاني عن إعراب علة بناء العالم المفرد. صح يا شيخ؟ تمام. الإمام السيوطي رحمه الله أجاب عن هذين السؤالين في كتابه الهم والهوان. فقال بالنسبة لعلة البناء الوقوع موقع كاف الخطاب وقيل شبهه بالضمير وخص بالضم لئلا يلتبس بغير المنصرف لو فتح وبالمضاف للياء لو كسر. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا سيدنا الشيخ رضوان لما نقرأ قول الله جل وعلا يا نوح اهبط بسلام يا نوح فالشيخ بيسأل العالم المفرد مبني على الضم في محل نصب لأنه كانت أصلها أدعو نوحا صح؟ حذف الفعل نابة عنه يا. فلماذا العالم المفرد بني على الضم هو النكر المقصودة؟ الشيخ أجاب قال لوقوعه موقع كاف الخطاب. سمعنا يا شيخنا؟ مش هي يا نوح يدي أصلها فعل اللي هو أدعو؟ كانك قلت أدعوك كانك قلت إيه؟ أدعوك. طيب لما نعرف أدعو ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. والفاعل مستد وجوبا تقديره أنا. الكاف أدعوك ضمير ها متصل مبني في محل رفع في محل نصب مفعول. صح يا ولد ولا؟ وأنت تعرف يا سيدنا الشيخ والاسم منهم عرب ومبني لشبه من الحروف المدني. صح ولا؟ والضمر كلها مبني وكل مضمر له البناء يجب. صح ولا لا؟ وكل مضمر له البناء يجب. فهذا لس حل محل الكاف. تمام. عندما تقول يا نوح هي معناها أدعوك. حلو. صح ولا لا؟ تمام. يبقى ده مولانا إيه؟ محل الضمير وضمير مبني. صح ولا لا؟ إحنا عرفنا في قبل ذلك إنه الاسم إذا أشبه الحرف إما شبه وضعي أو استعمالي أو نيابي أو افتقاري. كل هذا شرحناه عندما ذكرنا قول ابن مالك رحمه الله قال والشبه والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار المصيلة. صح يا شيخ؟ يبقى أدل إيه؟ أدل علة البناء. واضح؟ سيدنا النكرة غير المقصودة موضع الكاف ومنصوبه. ايوه ما هو سؤال الشيخ سيدنا الشيخ شريف سؤال برضو وجيه. ما احنا قلنا يا شيخ النكره المقصوده هو قبل دخول يا نداء كانت نكره والنكره مجهوله لا تدل على شيء معين فعندما قصدتها بنداء اصبحت معرفه. سمعنا شيخنا؟ تمام. فعندما تقول يا رجل يا رجل هي نفسها ادعوك. تمام. فهمت ولا لا؟ لأن قصدت رجلا بعينه.
سمعنا يا شيخنا؟ فلا فرق بينه وبين الايه؟ العلم. ما العلم؟ انت تنادي شخصا بعينه، وبرضه النكره المقصوده عشان كده بنسميها مقصوده، يعني قصدت شخصا معينا فاصبح معرفه. تمام. يعني لما حد يناديني انا ويقول مثلا يا محمد، يبقى ناداني باسم ده العلم المفرد. تمام. طب مش عارف اسمي، يقول يا استاذ. تمام. فهمت يا شيخنا؟ نعم. لما يقول لو قال يا استاذ، لو قال يا استاذا، يبقى لا يقصدنا انا، يعني لا يدل على ايه؟ على شخص معين. سمعنا يا مولانا؟ يعني مولانا النكره غير المقصوده، مش غير المقصوده، مش المقصوده. الاعمى حينما ينادي يا رجلا. اي نعم. هل رجلا هنا لا تحل محل الكف؟ لا لا، ما هو مش قدامه حد يا شيخنا. ما لا يقصد شخصا بعينه. نعم. يعني انت لما تطلع تصعد على المنبر وتقول يا غافلا والموت يطلبه، ما يجيلكش واحد يقول لك انت حافظ ليه في دماغك وبتفاول عليه ليه؟ صح ولا لا؟ يبقى لم تقصد احدا بعينه، صح ولا لا؟ طب والاحد بعين ده هل هو معين قدامك عشان تقول ادعوك؟ لا، مش قدامك. لان غير مقصود. لان غير مقصود. خد بالك، طالما غير مقصود. هو الاعمى ده زي ما حضرتك تفضلت ماشي كده، هو شايف حد يا مولانا؟ لا. لو شايف حد يقول ايه يا رجل، يعني ادعوك انت تعال امسك ايدي، صح ولا لا؟ لكن لما اقول يا رجلا، يعني اي حد ماشي سمعني ياخد بيده، يبقى لا يقصد ايه؟ رجل احد بعينه. صح يا شيخنا؟ خلاص كده فهمت يا شيخنا؟ الله يزيكم. بالنسبه للسؤال الثاني اللي حضرتك تفضلت بيه، اللي هو ايه؟ نداء الندبه يا شيخنا. هو نفسه حكم النداء العادي. أيوة. اذا كان مفردا بني على الضم، واذا كان مضافا او شيء مضاف ينصب. بس هو الشيخ لما قال يعني انه يا تنوب مناب وفي الندبه، اذا امن اللبس، يعني لو شخص في حضرتك اسمه زيد. نعم. وشخص ثاني ميت صاحبك اسمه زيد. نعم. فاذا قلت يا زيد، ها يا زيد كده، هل تبس الامر تقصد الحي ولا الميت؟ ايوه تمام. انت فهمت ولا لا؟ نعم. هنا لكن لو انت وقفت على قبره وتقول يا زيد، خلي بالك ربنا يرحمك، يبقى هنا شفنا ايه؟ لان لا هنا ما فيش لبس. نعم. ما فيش يا شفنا. فهنا يا تحل محل واء. نعم. طب اذا كان يحصل لبس، يبقى نجتنب ايه؟ يا ونجيب ايه؟ واء. تمام. صح كده؟ تمام. اظن وصلت يا سيدي. هنا اشبه الكف الفطار فبنيناها، صح؟ الكف المبني على الفتح دي ما خيناش مفتوحة في نوح. نعم. دي ما قلناش يا نوح ما أشبهتش الكف الحركة دي. بتقول يا سيدنا الشيخ عبد العزيز. حضرتك قلت أشبهك سجس. إيه بس يا أدعوك أشبهت كف الفطار في نوح في البناء. صح؟ صح سيدنا؟ سيدنا الشيخ. الكلام اللي قلته كان واضح جدا، فضل الله. صح سيدنا؟ لأن الضمير مبني. بعد ما أخلص ترجم عشان دماغي يعني ورنت شوية. الله يبارك. أنا بقول لك يا مولانا الكريم، نفترض سعادتك اسمك نوح، اسمك صالح، فلما أقول يا صالح، الشيخ بيسأل ليه بنيتها على الضم؟ قلت هنا العلماء قالوا لإحلال محل الضمير. يعني كان أصل الكلام أدعوك. تمام. أدعوك، وأنا عربت أدعوك. نعم. فالكاف دي ضمير مبني. تمام. ضمير يا شيخنا مبني في محل نصب. صحيح. هنا بقول من برضو نوح مبني في محل رفع. نعم. خلاص. ليه مبني؟ قال لي إنه حل محل الضمير. تمام. هو يوم يقول يا صالح كان يقول أدعوك. تمام. صح كده؟ نعم. طب اشمعنى بني على الضمير بالذات؟ ليه لما يبني على الكسر أو على الفتح؟ نعم. فهمت ولا لا؟ لو بني على الفتح هيشبه، ما احنا الدرس اليوم اهو اللي هو ونحو زيدا ضم وافتحا من نحو ايه؟ أزيد ابن أزيد ابن. فهمت يا شيخنا؟ نعم. صح؟ تمام. فقال لو بنيته انت على الفتح هيشتبه بالممنوع من الصرف. ايوه. فهمت ولا لا؟ هيشتبه بالايه؟ ممنوع من الصرف. ايوه. طيب ولو بنيته على الكسر هيشتبه بالاسم المضاف اليه المتكلم. تمام. زي غلامي. فراح بنوه شيخنا على ايه؟ على الضم. سمع مولانا؟ نعم. ايوه. اسمع يا شيخنا، قال وخص بالضم لئلا يلتبس بغير المنصرف لو فتح. بغير المنصرف لو فتح. لو فتح اللي هو ممنوع من الصرف يعني. نعم. وبالمضاف للياء لو كسر. حلو. زي كتابي. تمام. سمعنا يا شيخنا؟
هذه يبقى علة البناء. علة البناء الوقوع موقع كاف الخطاب. وقيل ده رأي علي أضعف من الثاني شبه بالضمير. لما أقول ما أي شبه بالضمير، لما أقول يا صالح، لما أقول كان يقول يا أنت، أنت طب ما أنت ده ضمير، والضمائر كلها مبني وكل مضمر له البناء إيه؟ يجب. صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلنا يا شيخنا يا شيخ زكريا ونحوها ده شرحنا ده ده حدود بس عشان نكمل ماشي. قل ونحو زيد، ونحو زيد ضم وافتح من نحو أزيد أزيد ابن سعيد لا تهن. ايوه اقرا يا سيدنا الشيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اذا كان المنادى مفردا علما ووصف به مضافا الى علم. نشوف الشيخ السيوطي في الهمع عليه يا شيخنا برضه معلومه جديده حلوه. اذا كان المنادى علما موصوفا به، موصوفا به زي المثال ده أزيد يا زيد ابن سعيد، يا زيد يا زيد ابن، يبقى زيد ده يقول يا زيد بالضم او يا زيد بالفتح، صح كده؟ قال اذا كان المنادى، المنادى ده زيد ده علما موصوفا بابن، لان ابن ده صفه لمين؟ لزيد، صح؟ طيب جاز في المنادى الضم والفتح ماشي؟ طب الفتح ليه؟ قال اتباعا لحركة ابن، إذ بينهما ساكن وهو حاجز غير حصين. فين الساكن يا مولانا؟ الباء صح ولا لا؟ يا زيد ابن، وطبعا حذفت الألف كتابة لأنها ابن وقعت بين علمين، الثاني أب الأول. إذا لم يكن الثاني أب الأول يبقى الألف تسكت وتحذفش. سمعتها يا سيدنا؟ نعم. يبقى أدي الكلام اللي عايز يقوله الشيخ ونحوه. يلا كمل قول يا سيدنا. إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن أيوه مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان. البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو، والفتح اتباعا نحو يا زيد بن عمرو، ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا. حذفه خطا يعني هذا الكلام يا مولانا. ونحو يا زي ونحو ايه زيد ضم، يبقى ضم نحو. سمعنا يا شيخ شريف؟ نعم. يبقى اصبح ضم نحو دي مفعول مقدم. مفعول مقدم يعني ضم نحو يعني مثل زيد، وافتحا من نحو يعني مثال. ضم فعل عام يا مولانا. ها؟ ضم فعل عام. ايه؟ ضم ايوه طبعا. يبقى ازيد ابن سعيد لا تهن. يبقى نعرف الحمزه دي حرف ايه يا ولادي؟ نداء للقريب. وزيد ده منادى مبني على طن في محل ايه؟ في محل يا ولادي؟ في محل نصب. طيب وابن يعني بس سيدنا الشيخ نعم نعم صفه نعت يعني. طبعا يبقى ابن دي او بدل نعم أو بدل. لا هو حددها بانها موصوف بابن. نعم ابن ده بتبقى صفه لل لل مش بدل نعم للمنادى. سمعنا يا شيخنا؟ نعم يا لان لو جعلتها بدل، البدل ده تابع مقصود بالحكم. فلو قلت مثلا يا ابن سعيد، طب ما هو ممكن يكون سعيد ده ليه ابناء غيره غير الشخص ده زيد. نعم صح ولا لا؟ ممكن يكون زيد مخلف زيد، سعيد مخلف زيد وعمرو وخالد، فاهم؟ نعم. فكل ده زي العبادله، زي سيدنا عبد الله بن عباس مثلا، ما هو ليه الاخ الفضيل وكذا. فحص يا شيخ. نعم. طيب يبقى ابن ده صفه، صفه لمين؟ لزيد. ايوه دي يا شيخنا بتنصبها يعني هي تابعه لزيد في المحل مش في اللفظ. نعم. فهمت ولا لا؟ اه. يعني تابعت الموصوف محلا لا لفظا. نعم. زي حكايه يا جبال والطير والطير. يا جبال او بمعنى والطير والطير. نعم. والطير كده يبقى عطف على اللفظ. طب والطير عطف على ايه؟ على المحل.
فهو زيد ده يجوز فيه ابن عطار وده الاصل. ده الاصل ان علم المفرد ابن عطار. طيب وبعدين يجوز الفتح. الفتح ده يا اولاد قال ايه؟ قول اتباعا. اتباعا. قال ليه اتباعا؟ الشيخ عللها بتعليل جميل. قال ان بينهما حاجز غير حصين اللي هو السكون. فهمت ولا لا؟ كانه يعني اصبح كانه كلمه واحده يعني. فهمت يا شيخنا؟ نعم. ده تعليل الشيخ يعني في كتابه يعني. طيب يلا كمل يا ابن والضم. هل في ابن الوجهان كلمه ابن هل فيها ضم؟ لا 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 النص بس. مش احنا يا زيد العاقل يا زيد العاقل. لا 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 بس هو حددها يا مولانا حددها بشروط. قال إذا كان المنادى يا شيخ يا شيخ شريف إذا كان المنادى اسمعنا كده مفردا مفرد يخرج المضاف وغير المضاف والشبيه المضاف يعني سمعنا يا شيخنا هو عايز المنادى علم مفرد صح يا شيخنا مفرد وعلما طب عشان يخرج النكرة المقصودة ما هو النكرة المقصودة مبني على الضم برضو صح يا شيخنا ويدخل معنا في المفرد بالله بس عايز علما يبقى مفرد وعلما سمعنا يا شيخنا ووصف بابن شوف تشوف الشروط كلها ووصف ايه بابن مضاف الى علم اللي هو يعني اقول للشخص يعني يعني زيد علم وسعيد علم وبينهما كلمه ايه ابن صح يا شيخنا هذا المعنى المنادى نفسه علم ومفرد ووصف بابن وبعد ابن علم برضه خلاص يا مولانا هو اذا اجتمعت لحظه اذا اجتمعت هذه الشروط جاز لك في المنادى خاصه بس ما جابش صفر قال منادى وجهان البناء على الضم وده الاصل والاتباع بالفتح اتباع لمين مولانا؟ ها؟ هو تبع لمين؟ تبع لمين؟ مش هو اتباع بيجي ورا يكون هو الاتباع في فصيح الكلام يا شيخ في فصيح الكلام السماء يعني تقول يا شيخ فانا بيقول يا شيخ ان يكون المنادى علما مفردا اي غير مثنى ولا مجموع الا يوصل بين كلمه ابن والمنعود ان تكون كلمه ابن مضافه الى علم مثال ذلك خالد بن سعيد يجوز في المنادى خالد البناء على الضم على الاصل لانه مفرد علم وابن صفه منصوبه باعتبار محل الموصوف لا لفظه ويجوز البناء على الفتح يا خالد بن سعيد مراعاه للماثور من فصيح الكلام وهو وجزء ويجوز البناء على الفتح يا خالد بن سعيد مراعاة للمأثور من فصيح الكلام وهو على الوجهين في محل نصب. ايه اللي اشتغلت هنا يا زيد؟ اذا كلمة اتباع اتباع لفصيح الكلام ولا اتباع لشيء اخر ولا اتباع لما بعدها؟ فصيح الكلام هو كلمة اتباع لما قال ابن عقيل مولاها اتباعا ماذا يقصد بكلمة اتباع؟ لمين؟ هو انتوا فاكرين الآية مولانا مش فيها شيخنا قراءة وان كان شاذ الحمد لله تمام مش كده يا شيخ؟ هي حركة النقل ايوه لكن تابعت ما بعدها ايوه هي المقصد يعني هو الحركة هنا يعني اتباع لما بعدها في الحركة وليس في المحل لا لا ما بتكلمش على بقول للحركة ايوه تمام اتباع يا مولانا ما هو مش بقول بينهما حاجز غير حصين تمام بينهما حاجز غير حصين انت سمعنا يا شيخنا؟ فهو ده المأثور من كلام العرب لكن هو الوارد او الاصل ان هو يبنى على الضم لان عرب مفرد لكن دي حركه اتباع يعني ايه حركه اتباع يعني تبعت ما بعدها تمام لان بينهما بين ابن وبين الزيد حاجز غير حصين ايوه تمام يعني كانه ولذلك هنا لما قال لك قرا الشيخ يعني مبني في محل نصب مبني كانه ابن تركبت مع الاسم فاصبح مبني تمام عشان عندنا عله البناء احيانا بتبقى تركيبه يا شيخ عيسى يعني لا مع اسمها لا رجل حاضر او لا طالب راسب نعم هي عله البناء يا مولانا التركيب زي 15 تمام فك التركيب يرجع للاعراب اقول حضر خمسه رايت خمسه سلمت على خمسه تمام ركب كلمه مع كلمه فهو اصبح مبني في محل نصب هو الدليل ايه قال بينهما حاجز غير حاصل اللي هو السكون ده يعني ما هو ده بقول لك حركه الاتباع يعني تبعت فاصبح مبني وانا هنا لما قال يعني هو كان يريد ان يسكن اخر زيد حتى جعلها حركه لا 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 الباء دي ساكنه بينهما ازيد ابن لا ما عم نتكلم على الضم عم نتكلم على الفتح
يعني هلا بتقول ألف لام ميم هذه ساكن سكون أصلي، إذا أردت أن تبيعها أفتح، تمام؟ لماذا؟ الموضوع بس عشان ما نطلش فيه الأمر هين، هو الشيخ قال أنا هديك شروطه، إذا كان المنادى علم مفرد مقصود بابن وبعد الاسم علم كمان، تمام خلاص، إذا الشروط اجتمعت جاز لك، جاز لك البناء على الضم، وده الأصل، والفتح اتباع للحركة، اتباع ليه يا شيخنا؟ الحركة اللي حركة اللي هو ابنه دي، ابناء، فهمت يا حضرتك؟ نعم طيب، وبعدين لاحظ ان ابنه دي ما هو ابن سعيد مضاف، يعني ابن اضافنا لسعيد، صح يا سيدنا؟ نعم. وانت لو ناديت هنا، عشان كده قلت بسعادتك ما ينفعش بدل يا شيخ عيسى. نعم يا مولانا. لان البدل يحل محل الاول، صح ولا لا؟ صحيح. فلا يجوز، لان ده مبني على الضم، لكن ده منصوب لانه ضيف، لان عندنا المنادى اذا كان مضاف او شيء يبقى منصوب. تمام. صح يا شيخنا؟ نعم. فهنا سعيد ها منصوب الفتحه، صح يا شيخنا؟ تمام. ابن مضاف يعني اقصد ابن ده منصوب وده سعيد مضاف اليه، صح يا مولانا؟ نعم. فهو عايز يقول هنا دي حركه اتباع بس. يلا كمل البيت اللي بعده يا سيدي. يلا والضم ان لم يلي الابن علما او يلي الابن علم قد حتم. صلوا على الحبيب. دايما شيخنا الشيخ عيسى ده اخراج محترجات اللي قبل ذلك. نعم. والضم إن لم يلي، يعني إن لم يقع ابن بعد علم، والضم إن لم يلي الابن علما، يعني افترض ساعتك اللي بعد ابن ليس علما، ليس إيه؟ علما. زي إيه شيخنا؟ هنا أو هنا مثل قوله يا غلام ابن عمرو. نعم. فمثال الأول الشيخ بيقول أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم، يعني أزيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا. تمام. يا زيد ابن أخينا، سمعنا يا شيخنا؟ نعم. يا زيد ابن أخينا، هل كلمة أخينا دي علم؟ لا لا. أهو شوف، والضم الضم يعني إلزم الضم، وقد حتم الضم قد حتم إن لم يلي الابن علما. الله. فهمت ولا لا؟ نعم. أهو الضم قد حتم، الضم قد حتم المنادى إن لم يلي الابن علما. نعم. خلاص ولا واضحة دي؟ تمام. تقول إيه؟ يا زيد ابن أخينا، ما تقولش يا زيدة. حلو. ما تقولش إيه؟ يا زيدة. طيب وبعدين نكمل هنا إيه؟ أو لم يقع بعده علم. وإيه؟ وإيه دي؟ هي مكتوبة في المتن ويلي، بس عندنا في الكتاب هنا أو. أو يلي الابن، أو يلي الابن علما. أو إيه؟ أو يلي يلي يلي. أو يلي مش ولي ويلي. هي مكتوبة في المتن هو اللي معانا يا شيخ بالواو بس. أو يلي إيه؟ الابن علم قد حتم. قد حتم. طيب هنشوف كده ايه؟ لم اذا لم يقع ابن بعد علم. نعم. او لم يقع بعده علم. نعم. الاولى بعده ايه؟ علم. ووجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الاول يا غلام ابن عمرو. ابن عمرو. ويا زيد ظريف ابن عمرو. خد بالك يا غلام ابن عمرو. بص يا شيخنا. او ايه؟ او يا اول يا ابن علم. ده مثال احنا ذكرناه. لحظه بس. لا 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 ابن دي يعني ابن دي عايز يكون تاليه لعلم، طب ان لم تلي علم زي المثال اللي احنا قلنا ده يا غلام او يا غلام يا غلام ابن عمرو. طبعا لاحظ ان ابن نفسها لم تلي علم، لم تلي ايه؟ يعني لم تقع بعد علم، لان غلام ده نكره مقصود. نكره ايه؟ مقصود. بنفس الحكم يبقى خد بالك ابن دي اذا وقع قبلها ما ليس علما زي غلام، او وقع بعدها ما ليس علم بعدها اللي هو زي سعيد كده، يبقى يا غلام ابن اخينا يعني نقول ايه؟ يا زيد ها يا زيد يا زيد ابن اخينا، وتثبت الهمزه طبعا، يبقى ما بعدها ليس علما. طب اذا كان ما قبلها ليس علما برضه نفس الحكم. يبقى الخلاصه يا مولانا يقول لك ده اخراج محترزات التعريف او الشروط التي قبل ذلك. ماشي يا مولانا؟ ها خلاص يا شيخ شريف. نعم يا مولانا. واضحه دي؟ واضحه. هذا المعنى ايه؟ والضم قد حتم ان لم يلي الابن علما او يلي الابن علم او يلي الابن ايه؟ يعني الابن نفسه قبله لم يلي يعني لم يقع بعد علم زي غلام ها
يا غلام ابن ايه عمرو. نعم ابن اخي. يلا هات اللي بعده. يلا سلمها يكفي سيدي. نعم خلاص يكفينا لانه الموقف حسن يعني. والضرار طب نقول بالضرار دي تقريبا صار نص ساعة. نص ساعة؟ وما استلت ابيات على المنادى المباح. طيب ناكل بعد. طيب هذا والله تبارك وتعالى اعلى وعلى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.